لما انشغل المجاهد عن لذة الدنيا، ولما انشغل عن الجلوس أكبر وقت ممكن مع زوجه، لما انشغل المجاهد عن قضاء أكبر وقت مع أولاده، لما انشغل المجاهد عن الجلوس أكبر وقت ممكن مع أبيه وأمه، ثم تأتيه المنية في ساحات المعركة، ثم تأتيه المنية وهو في نفق يعد العدة لإيلام العدو، ثم تأتيه المنية وهو في مواقع التدريب، وهو في مواقع الإعداد، وهو في ساح المعارك، لما يشبع من الدنيا بعد. زوجه بحاجة إليه، أمه لم تشبع من الجلوس معه بعد، والده لم يره أكبر وقت ممكن، أولاده لم يشبعوا من الجلوس معه، وربما بعض الأبناء لم يروه بعد، فهم في أحشاء أمهاتهم. هذا المجاهد وهذا حاله، هذا الشهيد وهذا واقعه. كافأه الله عز وجل من جنس ما بذل بأن عوضه خيرا في الدنيا والآخرة، عوضه عن زوجه التي لم يرها أكبر وقت ممكن بحورية واحدة من حور العين خير من الدنيا وما فيها، خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا أطلت واطلعت إلى أهل الأرض أضاءت ما بينهما، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وإن دخلت زوجه الجنة كانت هي الملكة على هذه الحور. الجزاء من جنس العمل، فيا أيها المجاهد لا تبتئس ولا تحزن وما تقولش والله أولاد جيلي كلهم مبسوطين ومكيفين وقاعدين أكبر وقت ممكن مع نسوانهم وأولادهم وطشات وسهرات. لو علمت عوض الله لأقبلت على الله ولأقبلت على الشهادة مقبلا غير مدبر. المجاهد اللي ولاده ما شبعوش منه بعد، وزي ما قلت قبل قليل ويا دوب لحقوا يفرحوا فيه، وبعضهم لم يره بعد، لو يعلم المجاهد ما يرزقه الله عز وجل من الغلمان ومن الولدان في الجنة وهم يطوفون عليه يخدمونه ويكرمونه يعوضونه عن كل أبناء الدنيا. غلام واحد في الجنة ينسيك لذة الجلوس مع أبنائك طيلة حياتك ولو عمرت. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الأب والأم والأخ اللي ما لحقوش يشبعوا من أولادهم ومن إخوانهم، الله عز وجل يكافئ هذا الشهيد الذي ضحى بحياته بأن يشفع في 72 من أهله ليجاوروه في الجنة، عشان بكرة لما يخش الجنة يا رب أبوي وأمي، يا رب أخوي وأختي، يا رب عمي وخالي، ما لحقتش أقضي أكبر وقت ممكن معهم في الدنيا، فيعوض بأن يشفع في أهله ليكونوا بجواره. ولو علم الأب أن هذا الشهيد سيكون سبباً في شفاعته لقدم كل أولاده، لأن الجلسة في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والاجتماع في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجزاء من جنس العمل، وهكذا يكافئ الله عز وجل الشهداء من جنس ما بذلوا ومن جنس ما قدموا. حتى المال، حتى البيوت التي يقدمونها، بعض المجاهدين يقصف بيته مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وبعضهم يلقى الله شهيدا، لكن لو رأى الجنان التي تنتظره لاستحقر كل متاع الدنيا ولبذل برجين وثلاثة في سبيل الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك حياته وترك لذة الجلوس مع النساء، مع أنه هذا الشيء فطري أن الرجل يقبل على النساء ويتزوج، وفي الوقت اللي الناس بتدور فيه عمثنى وثلاث ورباع بنلاقي هذا المجاهد يبذل وقته وروحه من أجل أن يلقى الله شهيدا. تستغربوش أن تكون المكافأة 72 حورية، الواحدة منها
خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.